فتح المكلف بالإعلام لنادي اتحاد العاصمة أمين تيرمان النار على أحد لاعبي اتحاد العاصمة السابقين والذي رفض ذكر اسمه مؤكدا أنه لا يحق له الحديث عن الفريق في البلاطوهات التلفزيونية، ويدعي أنه ابن النادي حسبه لأنه سبق وأن حاول تسجيل ركلة جزاء في مرمى الاتحاد عندما كان لاعبا لفريق آخر. كلك جلوار سوا ديزون تاع لوسما يتكلموا باش يمشوا في طريق واحد، وحنا هاد الناس اون تو لي كا اون لي زاميم سوليسيتي بور كو اون ترافاي انصامبل. لو موا دو جوان كاين واحد الناس يفون سو لي كونيتر كي فون كو دي كو بارلي دون لي بلاطو تيلي، حنا اون لي سوليسيتي اوفيسيالمون اوفيسيالمون. اي دايور جو بونس كو هاد لا بيرسون هادي كي فا سو ريكونيتر، جو بونس كو ما عندهاش الدروا تتكلم باسم انصار اتحاد العاصمه، وما عندهاش حتى الدروا تتكلم باسم لا كوميسيون سوفغارد، لانه هاد لا كوميسيون سوفغارد فيها الناس كبار. هاد الانسان هذا ما يفرقش قلت لك بين الاخر، واحد ما عندوش مستوى تعليمي ما تغلطش الناس وما تكذبش. دير في بالك بلي كلمه انا ابن اتحاد العاصمه ما راهيش سهله، باسكو باش تكون ابن اتحاد العاصمه وكي تكون لاعب دير شونتاج فينال كوب داجيري ما تحبش تلعب خاطر ما عطاولكش دراهمك، ما راكش ابن فريق اتحاد العاصمه. انا ما نديرهاش، انا كان كنت لاعب ما لعبش فريق اخر خاطر انا شوفان تاع لوزما.